تقوم بعملية إحصاء شاملة على المستوى الوطني، وكلفت الوكالة الوطنية لرقابة بناء الري CTH بهذا الملف، وهو إحصاء جميع الآبار. الآن حاليا نقوم بإحصاء الآبار الموجهة للشرب. من ضمن هذا يعني في هذا الملف راح نخرجوا كذلك بدقة الآبار اللي راهي متوقفة واللي ممكن يعني نقوم بالاعتبار لها. الأخ اللي يتكلم على منطقة تدمية، على حسب يعني ما فهمت السؤال، أنه شبكة تصريف ذات قنوات اللي عندها أمتر يعني أمتر في الطول، إذا يعني إسمنتية، هذه الآن حاليا هذه ممنوعة من باش نقوموا بالإنجاز بها هنا فقط، يعني حتى المصر